صباح. ايه الاخبار؟ طمني، استحميت. الله يخرب بيتك يا سعد. لا وربنا بانه حصل اهو، السحر اتفك بعون الله، وشك رادد ومنور وزي الفل. فل ايه؟ الله يخرب بيتك. بقول لك سعد، انا عمري ما شفت كابوس لكربه بنية زي ده. كابوس؟ وشفت ايه في الكابوس ده؟ شفت ايه بس؟ ده شفت صباع مش ايه؟ شفتها سعد. اللهم اجعله خير يا رب. شفتها زي ما تكون مكفاه على وشها؟ هي مكفاه على وشها وفي كام نسر اسود كده طبقين على صدرها والكل بيناش فيها. مش بقول لك السحر الفاد؟ الله يخرب بيتك يا سعد. السحر ايه؟ يا سعد ده انا اصل انت ما تعرفش في الاحلام، اسالني. ما النسور السودا دي عزايم الشيخ محمود اللي قراها على المي، بينهشوها ويقطعوها 600 حته عشان تخلص منها وما تشوفهاش تاني.